هما بيختفوا. طيب بنت خالتك اظن الفنانه امينه خليل سالت عليكي وانت عيانه؟ لا طب ليه؟ دي قريبتك يعني، دي هي قريبه جدا. مامتها تبقى بنت خالت مامتي. لا ما هي ما كلمتنيش خالص ليه؟ ما اعرفش. هو اصلا يعني احنا مش قريبين يعني، ما اعرفش يعني يعني العلاقه الأقربون أولى على غريبه الأقل في يعني. الحالات اللي زي دي، لما يكون انا ما حد قرايب وحد عيان بيسألوا على بعض. لا هي ما فكرتش حتى تسأل عليا، ما ولا جاي منها مسج، ولا مامتها قالت، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني. ما لا ما في مشاكل منكم؟ لا ما فيش مشاكل، بس برضو أمينة من الناس يعني انا ما اعرفهاش كويس قوي، لان انا أمينة انا طول عمري كنت عايشة بره. انا عرفتها لما جيت مصر وكبرت، وانا اصلا في التمثيل قبليها هي دخلت بعدية، وكنت فرحانة انها موجودة. بس هو كان في دايما في كده يعني، اشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل.